طيب نشوف الاسئله اللي واقفه مع زمايلنا دي الاول. هو بيقول لي ايه؟ فايند سوليوشن سيت فايند ان ار، مش كده؟ او سؤال بيقول لي فايند ان ار ار سوليوشن سيت اوف الانيكوالتي الداري ار اكس بلس 1 اول تو ذا باور 2 ليف ذان 2 هنا لا 4 4 وهنا 2x minus 1 ماشي قول to the power 2. طيب هنبتدي احنا نعمل لها اكسبانشن بقى كده، نعمل لها اكسبانشن ازاي؟ يعني ده عشان افكه يا جماعه كان بيتعمل الاولاني تايمز نفسه او الاولاني باور 2. ماشي بلس الثاني باور 2 اللي هو 1، يبقى اعمل الاولاني باور 2 او الاولاني تايمز نفسه والثاني تايمز نفسه وبعد الاول تايمز الثاني تايمز يعني اكس تايمز 1 تايمز 2 يدينا 2 اكس. طيب اللي فات دي عايزين نفكها، طب نسيب الفور على ما نفك دي. نفك دي ازاي؟ نعمل الاولاني تايمز نفسه يعني 2 اكس تايمز 2 اكس يدينا 4 اكس باور 2. طيب والثاني تايمز نفسه هيدينا بوزيتيف 1. طب في النص بنعمل ايه؟ الاول تايمز الثاني تايمز 2 يعني عامل 2 اكس تايمز نيجاتيف 1 تايمز 2 هيديني نيجاتيف 4 اكس. في حد معاه مشكله في موضوع الفك ده؟ يعني اللي معاه مشكله يرفع ايده كده. انا بعمل الاولاني تايمز نفسه والثاني تايمز نفسه بعيد كده وبعدين الاول تايمز الثاني تايمز 2. طيب تمام الحمد لله. طب نيجي بقى نجمع شويه ب اكس بار 2 بلس 2 اكس بلس 1. طبعا انا بسيب الفور بره يا جماعه على ما افك ده. طيب الفور بقى بتستنى لما ده يتفك وتخش تايمز فيه. هتخش تايمز كل واحد من دول هتدينا 16 اكس بار 2، هتخش تايمز ده هتديني نيجاتيف 16 اكس، هتخش تايمز ال1 هتديني بوزيتيف 4. طبعا احنا بنحاول نكون حريصين في الانيكواليتيز دي ان احنا تكون اصغر من زيرو او اكبر من زيرو، فكل الناس دي هتيجي الناحيه دي تمام، او دول يروحوا الناحيه دي تمام. فاحنا ممكن نعمل حركه ماشي، خلي كله يجي الناحيه دي زي ما انتم متعودين. او اكس بار 2 بلس 2 اكس بلس 1 هنا ده هيروح طبعا بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 16 اكس بار 2 بوزيتيف 16 اكس ماينس 4 ليف ذان زيرو. احاول اخليها ليف ذان زيرو او جريتر ذان زيرو. طيب عشان اعملها فاكتورايز بعد كده نجمع بقى الفيوب اكس بار 2 1 ماينس 16 هيديني نيجاتيف 15 اكس بار 2. طب 2 اكس و16 اكس هيدينا 18 اكس. بعدين ايه بقى؟ ثانيه واحده في حاجه نسيتها. 2 اكس مع 16 هيدينا 18 اكس. طب 1 ماينس 4 هيدينا نيجاتيف 3 ليس ذان زيرو. طب يا الانيكواليتي كلها كده من الواضح انها تنفع ديفايد 3 عشان نصغرها بس شويه، او بمعنى صح بقى نخليها ديفايد نيجاتيف 3 عشان نخلي الاكس بار 2 تبقى بالبوزيتيف. طب انا لو عملتها ديفايد نيجاتيف 3 هتطلع دي بالنيجاتيف برضه، انا عايزها تكون بوزيتيف، عايز اكس بار 2 تكون بوزيتيف. فممكن نعملها ديفايد نيجاتيف 3 بس خليك حريص من حاجه بقى، لما تعمل ديفايد نيجاتيف نمبر لازم العلامه دي بتقلب من اصغر لاكبر، فده طبعا هيبقى 5 اكس بار 2 ده هيبقى نيجاتيف 6 اكس ده هيبقى بوزيتيف 1 هيبقى جريتر ذان زيرو. جريتر ذان زيرو هبتدي اعمل لها فاكتورايز يا جماعه بالكالكوليتر بنوت 5 3، او لو انا بعرف اعمل لها بدماغي مفيش مشكله اهو 5 اكس وادي اكس. طب بالنسبه لل 1 هيبقى 1 تايمز 1 طالما الاخير بوزيتيف الاثنين هيبقوا زي النص وهتطلع ان شاء الله مظبوطه اكبر من زيرو. طب كده انا عندي بقى دلوقتي ايه؟ عندي الاكس دي طبعا 5 اكس ايكوال هنودي ال 1 الناحيه الثانيه ونرجع نودي ال 5 بالديفايدد يبقى الاكس هتبقى بكام؟ 1 اوفر 5. طب هنا الاكس هتبقى ب 1 خد بالكم بس بقت اكبر من زيرو بقى، طالما عملنا ديفايد نيجاتيف نمبر بقت اكبر من زيرو، هي دي الحته اللي فيها يعني اهم حاجه. طيب نيجي عندنا هنا دلوقتي بقى ناخد احنا ايه؟ نرسم النمبر لاين بتاعنا. ادي انفينيتي ادي نيجاتيف انفينيتي. انا هخلي النمبر الصغير اللي هو 1 اوفر 5 هو اللي على الشمال والنمبر الكبير اللي هو ال 1 هو اللي على اليمين. طيب هنبتدي نعمل ايه بقى؟ هنا الفانكشن هنا بزيرو، هنا الفانكشن بزيرو، هنا بتبقى اكبر من زيرو. نشوف بس هي جايه ايه؟ بص بقى خد بالكم يا جماعه انا هتعامل بقى، انا دلوقتي انا برسم في دي انا حولتها خلاص، ما فيش حد يقول لك اصل هي كانت نيجاتيف، لا ما انا دلوقتي انا حولتها، انا شغال دلوقتي على دي، انا شغال دلوقتي على دي تمام. هتشتغل على دي باخد بالك بقى ان العلامه اصغر من زيرو هتتعامل، يعني اللي عايز يشتغل على دي ويخلي هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف ماشي اشتغل، بس خد بالك هتبقى انت شغال على اللي فوق دي
تمام، انا خليه شغال على اخر تحديث اللي هو ده اخر واحده دي تمام كده. 5 اكس بار 2 دي بوزيتيف، يبقى هنا هتبقى اكبر من زيرو، هنا اكبر من زيرو، هنا اصغر من زيرو. تمام، اصغر من زيرو. طيب نيجي عندنا هنا دلوقتي بقى اللي هو عايزها اصغر من، احنا عايزينها اكبر من زيرو. اكبر من زيرو يعني الانترفال دي ودي، خلاص يعني معناها يبقى السوليوشن سيت بتاعتنا هناخد الاكبر من زيرو اللي هو الار اكسبت الحته اللي من 1 اوفر 5 وال1، وهستبعد الاثنين دول برضو عشان الفانكشن عندهم زيرو، ونسيبها على كده. مفهوم يا جماعه ولا في حد عنده معاه مشكله؟ مثلا طب ليه الحل التاني غلط اللي هو خد السكوير روت؟ هما اتنين حلينها. لا اصل انا دلوقتي اصل ده عنده باور 2 في اكسات وده باور 2 في اكسات، المفروض السكوير روت يا جماعه بيسيب ابسولوت فاليو، فما ندخلش نفسنا في حوار السكوير روت لما يكون اللي تحتيه في اكسات كده، لان اصلا طول حياتنا عارفين ان السكوير روت اوف اكس باور 2، طول حياتنا كنا بنقولها ايه اكس. لا هو الكلام ده مش مظبوط، هي المفروض ان هي ابسولوت فاليو اكس. هنخش في قصه ده الابسولوت فاليو الاثنين مره يبقوا بص، هنخش في حوالي اربع حلول، لان طبعا دي هتديني ابسولوت فاليو اكس بلس 1، والابسولوت فاليو مره بيبقى بص ومره يبقى نيجاتيف، ودي برضو ابسولوت فاليو اكس 2 اكس ماينس 1، وهو مره بص ومره نيجاتيف، مره هناخد ده بص وده بص، ومره ده بص وده نيجاتيف، ادي حل، ومره ده نيجاتيف وده بص، ومره ده هنحل المساله على اربع مراحل، متخيلين؟ وبعد ما نطلع حل نرجع نعوض عشان نختبر مين الحل فيه، بس ما نكونش في قصص. لا الفك كان اسهل دايما لما يكون براكت عليه باور 2 في اكسات، التعامل معاه بالفك اسهل، الا بقى لو هي جايه لي مثلا، يعني مثلا جايه هنا نمبر مثلا 4 كان يبقى السكور روت حل، لكن هنا ده في اكسات وده في اكسات كانت هتبقى اصعب شويه. تمام، كمان في ثانيه ثانوي مركزين عليها اكتر ان السكور روت اوف اكس باور 2 مش يعني مثلا سكور روت اوف اكس بلس 1 باور 2 يا جماعه مش بيكس، مش اكس بلس 1 زي ما احنا متعودين طول عمرنا، لا انا بس عشان بنسهلها على الاولاد الصغيرين بنقول لهم ايه بوزيتيف ونيجاتيف والكلام ده، لكن هي المفروض ابسولوت فاليو اوف اكس بلس 1، يعني ناخدها في ثانيه ثانوي وعليها تركيز جامد جدا. تمام، فخليك احسن بالفك، يعني الفك هيبقى ايه؟ هيبقى اسهل شويه معايا في القصه دي. طب مش الابسوليوت تيرم ده معناه انه الحاجة لازم تطلع بوزيتيف؟ لا ما هو ثانيه واحده، ما هو ده يبقى يديك ابسولوت فاليو يعني بوزيتيف ونيجاتيف، طب وده برضه له ابسولوت فاليو يعني بوزيتيف اور نيجاتيف، فانت هتضطري تاخدي ان ده مره بوزيتيف وده مره بوزيتيف وتحل وتفكي برضه، وده مره بقى نيجاتيف وده مره بوزيتيف، يعني كانت بتديني ده بوزيتيف ونيجاتيف مع ده بوزيتيف ونيجاتيف، اربع حلول. طب انا كده هخش في متاهات، يعني هل المساله على اربع مرات مش هطلع الحل ده؟ طب ما ال هي القوسين دول مش بوزيتيف، بس مش ها؟ معناه ان هو بيخلي حاجة. لا لا هي لا لا القوسين دول لا الابسولوت فاليو معناه ايه؟ هناخده بقى ان شاء الله في ثانيه ثانوي بالتفصيل بدراسه مستفيضه، ده ابسولوت فاليو عشان انا لسه مساعدين عشان اكتبها لكم في نوت كده. لا مش بالسهوله دي، ابسولوت فاليو مع الاكسات دي بالذات مش سهل بقى زي ما كنا بناخده زمان، ده بص ده مع الارقام بس ابسولوت فاليو كده مثلا، لكن مع الاكسات لا، مع الاكسات لا يا جماعه، الاكسات دي حاجه ثانيه خالص، هتاخدوها بقى باستفاضه في ثانيه ثانوي عليها دروس مش درس، ثانيه ثانوي في دور ماثيماتكس. تمام، بص كده الابسولوت فاليو ده قصه، يعني ده المفروض ابسولوت فاليو اكس بلس 1 دي المفروض كده روت اكس بلس 1 اول تو ذا باور 2، المفروض بتدي ابسولوت فاليو لاكس بلس 1 اللي هي بتتوزع ايه؟ بتتوزع ايه؟ مره زي ما هي يعني مره بالبوستيف ومره قبلها نيجاتيف. بالبوستيف امتى؟ لما يكون ده ناخد ده على جنب نساويه بزيرو كده، هيبقى الاكس في نيجاتيف 1، نقول له هنا الحل البوزيتيف لما اكس جريتر ذان نيجاتيف 1، وهنا الحل النيجاتيف جريتر ذان لما اكس ليس ذان نيجاتيف 1. شفت دي كده؟ مستر المفروض نعرفه دلوقتي، المفروض نكون عارفين هنا دلوقتي، المفروض نعرفه دلوقتي، نعرفه لا مش دلوقتي يعني. عارفه دلوقتي، لا ما انا بقول لك دي، يعني ما انا بقول لك دي انا بعرفها بس ان هي مش سهله يعني، انما سيبك من الابسولوت فاليو بتاع زمان اللي هو ده كده كان مع النمبر بيخلي فيه بيشيل خلاص. النيجاتيف بس. لا لا هي مش عليك، مش عليك، انا بتكلم يعني ايه بس معلومه يعني اسرائيليه يعني زي ماشي. طيب طيب لو جينا نشوف المساله اللي بعديها، اللي هي
كان جايب لي بتاع واحده فيها ساين الفا كده، اللي هي ساين الفا 3 اوفر 5، شويه تلخيص كده يعني، يعني هو قايل لها ساين الفا 3 اوفر 5. انا على الرغم من ان الدرس الاخير يا جماعه بيعمل شيفت ساين ل 3 اوفر 5، بس انا بفضل الحل بتاع التراينج. ليه؟ اصل الحل برضو بتاع شيفت ساين ده انت بتقعد تعمل ابروكسيميشن، فبيطلع في الاخر نسبه ايرور ممكن تلاقي اجابتك تقعد تشتت انت في الاختيارات. الحل بتاع الترانجل دايما افضل مع الحاجات دي، والترانجل مش صعب، مش صعب. بس هل انا ممكن احلها بشيفت ساين؟ اه ممكن طبعا، بس انا بتكلم انا افضل الحل اللي هو بتاع الترانجل لانه ادق شويه. الالفا بيقول لي موجوده بين ايه؟ بين 90 و 180، ماشي يعني كده كده باختصار الالفا موجوده فين؟ ب 90 و 180، ماشي عشان نختصرها شويه الداتا بتاعتها. طيب وهنا رجع قال لي ايه تان بي، واحده تانيه اسمها بي انا تحت هنا وخلاص تان بي، عشان ده كل واحده بقى هتبقى لها مساله. اه خليها قصاد مش مشكله، عشان نعمل دي ترانجل ودي ترانجل. تان بي بقى بكام؟ او بيتا، تان بيتا بيقول لي بنيجاتيف 12 اوفر 5. اه والبيتا موجوده فين؟ البيتا موجوده 3 باي اوفر 2، 3 باي اوفر 2 من الاخر اللي هي 270. انا قلت لكم الباي يا جماعه ب 180، مش الباي 22 اوفر 7، لا الباي هنا ب 180 اللي هي دي 270، و2 باي اللي هي 360، بس تكون عارفين كده. ايه بقى المطلوب؟ اه بيقول لي وساين سيتا ايكوال، مديني معلومه بقى كده بيقول لي ساين سيتا. طيب انا ممكن انا بس من الاول كده ايه، طالما هو اداني المعلومتين دول كده نشتغل فيهم من الاول كده وربنا يسهل، ان انا ارسم دي ترانجل. احسن حاجه ارسم ترانجل، ترانجل بيطلع لك الاجابات دقيقه شويه، لان الثري والفاي مفيش ابروكسيميشن، مفيش مجال للابروكسيميشن. عايز بقى تعمل شيفت ساين والكلام ده اللي عجبك، تمام، هتطلع برضه الالفا والبيتا وكل حاجه وتبقى زي الفل، بس هتطلع بقى فيها ايه، يعني انت هتعمل ابروكسيميشن فهتلاقي الاجابه بتطلع مش دقيقه قوي. والترانجل مش صعب، الساين معروفه ان هي اوبوزيت على هايبوثيس، يبقى ده 3 وده 5 يبقى ده يطلع 4 من بيثاغورس. ولو انت كده عايز تطلع ساين الفا كوزين الفا تان الفا اهو، انا عايز اطلع الريشيوز كلها، الساين بتبقى اوبوزيت على هايبوتنس، الكوزين ادجيسنت على هايبوتنس، التان اوبوزيت على ادجيسنت، خلاص. وتطلع بقى انت كده ايه، آه يعني طبعا ده الاوبوزيت، اعتبر ان دي الالفا، الاوبوزيت اللي هو ده وده الادجيسنت وده الهايبوتنس. ما تكتبش اي نيجاتيف وبوست دلوقتي خالص يا جماعه، حتى لو في نيجاتيف كده ما تكتبهاش، سيبها بس دلوقتي على ما ايه في الاخر هنشوف الكوادرنت ونظبط عليه. طلع اجابتك كلها بالبوست دلوقتي كانه تريانجل عادي. في ناس بيرسمها في الكوردينيت بلين بتبقى صعبه برضه، ترسم تريانجل طبيعي جدا زي ما انت خدته في ثالثه اعدادي كده اهو، وبعد كده هنبقى نظبط موضوع مين اللي بوست ومين اللي نيجاتيف ومين الصعب. احنا جبنا الفور منين يا مستر؟ معلش بايثاغورس، بايثاغورس انت عندك اه تمام سكوير روت 5 باور 2 ماينس 3 باور 2 تمام اهو سكوير روت 5 باور 2 ماينس 3 باور 2 هطلع لك فوق. هو زي ما قلت لكم المره اللي فاتت فيه 3 تراينجلز مشهورين 3 4 5 و5 12 13 اهو، هم ثلاثه مشهورين كده، اعرفهم كده هيريحوك. بص 3 4 5 وطبعا ال 4 3 ممكن يبدلوا مع بعض، يعني ممكن ده اللي يكون 3 وده 4، وفي واحد تاني اسمه 5 12 13 في ثانيه ثانوي هتلاقي التركيز اكتر على ده، او في ثالثه ثانوي كمان 7 24 25، هو ده برضه من الترانجلز المشهوره لبيثاغورس، بس يعني ايه مش هتلاقيه مستخدم قوي في اولى ثانوي، يعني يقابلك في ثانيه وثالثه كتير، بس طبعا ده اشهرهم على الاطلاق، ده يليه في الشهره، ده يعني شويه كده مشهور ساعات يجي وساعات لا. انا بقول لك انا بدل ما تقعد تعمل سكوير روت وده باور 2 ماينس ده باور 2 الشهر ده تبقى انت عارفهم على طول، تبقى انجزت ايه وقت. طيب الاو بكام؟ الاو طبعا ب 3 على 5 اهو، والايه اللي هي 4 على 5 والايه ادي 3 على 4. والله لو عايز تجيب مقلوباتهم بالمره اذا ربما يقابلنا مقلوباتهم، بس هو مش طالب مقلوباتهم هنا يعني، مفيش حاجه كمان هتقلب اه يعني ماشي، احنا ممكن نجيب مقلوباتهم بالمره فور ريفيجن يعني عشان نراجع. الساين مقلوبه كوسيك بس هو مش مطلوبه يعني، والكوزاين مقلوبه سيك، والتان مقلوبه كوتان، بس تريح دماغك اهو، تجيب الست حاجات لكل انجل وتريح دماغك. طيب تعالى بقى دلوقتي الكوتان بص دول مقلوب دول، يعني دي 3 على 5 ودي 5 على 3، دي 4 على 5 ودي 5 على 4، دي 3 على 4 يبقى 4 على 3، بس تمام.
بص بقى على الساينس بقى يا جماعه، نظبطها ازاي؟ انا في الكوادرانت الثاني، من ماينت لاند بقيت يبقى انا في الثاني تابع على است كرول، مين اللي بوست في الثاني؟ الساين يعني ده اللي بوست هو المقلوب بتاعه، يبقى بقيت الناس بنقوم حاطين لهم نيجاتيف على طول اوتوماتيك كده من عندنا، نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، يبقى اثنين هم اللي هيبقوا بوستيف الساين ومقلوبها، وبقيه الناس هيبقوا نيجاتيف، بقيه الناس هيبقوا نيجاتيف. طيب تعالى بقى دلوقتي لو جينا بالنسبه لانجل بيتا، انجل بيتا ممكن اعمل لها نفس القصه، انجل بيتا واضح جدا ان هي تبع الترانجل ده اهو، اعمله برضه اهو، مش لازم بقى نجيب كوسيك والحاجات دي اهو اهو. هو المفروض ان التان اصلا اوبوزيت على ادجيسنت، اوبوزيت اللي هو 12 خلي البي تاني اهي، وادجست اللي هو 5 يبقى يطلع 30 على طول. عايز تجيبه بايثاغورس اهو 12 بار 2 بلس 5 بار 2 هيطلع 30. طيب يبقى ده الاوبوزيت، ده هو نفس القانون اللي بستخدمه فوق الترانجيت التاني. هو نفس القانون بتاع ايه؟ بتاع ده؟ ترانجيت، لا التاني هو الترانجيت التاني بتاع فيثاغورس. اه الترانجل بقول هو ده، مش فاهم يعني ماله الترانجل التاني؟ لا تمام تمام يعني. اه يعني اه ما هم انا بقول لك الثلاثه دول اشهر ثلاثه، اه اشهر ثلاثه. طيب تعالى بقى دلوقتي هاخد ايه؟ هاخد بتاع ده. اه انا جبت ال جبت الترانجل ده كده. طيب عايز اجيب بقى الساين والكوزين التاني. الساين بيتا كوزين بيتا تان بيتا، طيب الساين هتبقى اوبوزيت على اوبوزيت على على هيبوتنس يعني 12 على 13، الكوزين هتبقى ادجست على هيبوتنس يعني 5 على 13، التانية هتبقى اوبوزيت على ادجست يعني 12 على 5. طيب نيجي نبص بقى على الساينات بتاعتنا ايه نظام. انا دلوقتي عندي إيه؟ انا ما حطيتش نيجاتيف خالص لو لاحظتوا. بعد كده هكرر، انا كده في الكوادرنت الرابع، الرابع مين فيه اللي بوستد؟ الكوزين. خلاص يبقى الاثنين دول نحط لهم نيجاتيف على طول، والله لو هتجيب مقلوباتهم برضه هتحط لها نيجاتيف بس كده. كده بص يا جماعه اسهل، بدل ما ارسم في الكوردينيت بلين ارسم لي ترانجل عادي وطلع حاجاتك وكده. طيب مستر ده بالنيجاتيف اللي موجود اصلا فوق اهي ما ظهرت ايه، انا بقول لك بس يعني، انت ده تشوف فيها هي كده كده يعني هتظهر، قصدي تقول كده كده نيجاتيف هتظهر، هي كده كده هتظهر تمام، يعني كده كده هتظهر لك الايه النيجاتيف مستر، التاني. مش هو في الكوندر اللي هو الرابع تمام، فالرابع فيه نيجاتيف، التاني نيجاتيف صح، هو اهي اصلا التاني نيجاتيف اه ما انا تمام، فهمت. واصلا اه لا لا النيجاتيف لا لا عليه انا اللي فاهم هو قصدك ان نيجاتيف نيجاتيف ببوستن يعني. لا 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 اصل انا رسمت الترانجل بتاعي وانا قلت لك ان نيجاتيف 12 وانا 5، انا رسمت الترانجل بتاعي لان النيجاتيف دي مش موجوده خالص خالص. بعد ما اخلص حط تمام. بقى الساينز بتاعتك، هتلاقي منهم اكيد اللي يعرفك ان انت صح، ان الساين بتاعتك طلعت زي الساين اللي هو من كده. انت معلش معايا؟ مش نيجاتيف نيجاتيف ببوست تمام يا محمد؟ مش معايا؟ بس ما نلخبطش في الحته دي، مالكش دعوه بالنيجاتيف اللي هو جايبها خالص، تعامل كانها مش موجوده. ارسم الترانجل بتاعك وطلع الحاجات بتاعتك ساين وكوزين وتان، بعد كده ببص على الايه؟ على الاشارات بتاعتك. بعد كده ببص على الاشارات بتاعتك. طيب تعالى بقى نبص دلوقتي ال بسم الله الرحمن الرحيم. اه عايزين بقى نشوف اللي هو طالبه بقى، اللي هو طالبه يا جماعه بيقول لي بقى اه ساين ثيتا ايكوال، هو مديني معلومه كده وبيقول لي فايند ايه ثيتا تو ذا نيرست مينت مش عارف ايه وير. ماشي طيب ماشي اه، يعني احنا نشوف بقى المعلومه اللي هو مديها، مديني معلومه كده بيقول لي ساين ثيتا ايكوال اه ساين 180 ماينس الفا كوزين بيتا ماينس 180 وبعدين كوزين الفا. طبعا الثلاثه معمولين تايمز بعض طبعا. طيب انا هدفي بس اظبط دول. طب 180 ماينس الفا دي هنسالها سؤالين، هي موجوده في الكوادرنت الكام؟ الكوادرنت الثاني، الساين وظروفها كانت بوزيتيف. انت سيبك من ساين ثيتا دي بقى دلوقتي، دي اللي هو طالبها. طيب هي كده بوزيتيف. طيب في نفس الوقت انا لقيت مش هتقلب،
مش تقلب يعني مش تحط قوه ولا حاجه، خلاص يبقى كده ادت مهمتها، يبقى المساله دي كانت ناقصه الالف ليه. طب خش على اللي بعدها دي عايزين نحلها. اه خد بالك بقى، جا معكوسه. لما تكون جا معكوسه كده يا جماعه المفروض اخد منها انا ايه؟ اخد منها نيجاتيف ساين. اخد منها نيجاتيف ساين ازاي؟ يعني كوزين كده اهو، اخد النيجاتيف كومن. لو خدت النيجاتيف كومن ايه اللي هيحصل؟ المفروض البي هتبقى بالنيجاتيف، ممكن اكتبها تاني واحده كده اهو، وال 180 هتبقى بوزيتيف. يعني انا عملتها وبدلتها، يعني مش عارف انتوا خدتوا بالكم ولا لا، اهي عملت، هتبقى دي نيجاتيف بيتا ودي بوزيتيف 180، نيجاتيف بيتا ودي بوزيتيف 180. انا ممكن ابدلهم اهو، بدل ما اكتب نيجاتيف بيتا بوزيتيف 180 ممكن اقول ايه؟ 180 ماينس بيتا. تمام، كوزان الفا دي مالهاش دعوه بحاجه، خلصانه. طيب دي لسه فيها حته مخلصه، ايه هي بقى يا جماعه؟ احنا في عندنا رول بتقول ايه؟ والرول دي مهمه قوي في ثانيه ثانوي، يعني كويس انها جت في المساله دي. ان الكوزاين يا جماعه عامله زي الابسوليت فاليو، لما بتلاقي نيجاتيف بتشيل، لما بتلاقي نيجاتيف بتبلع، لكن الساين والتان لا، الساين نيجاتيف الفا والتان نيجاتيف الفا بتطرد النيجاتيف. تطردها ازاي؟ يعني تخلي النيجاتيف تطلع قبلها، تبقى نيجاتيف ساين الفا ودي هتبقى نيجاتيف تان الفا. يبقى الكوزين يا جماعه لما بتلاقي نيجاتيف بتشيلها، يقول لك عليها بتبلع النيجاتيف. فمعنى كده ان الكوزين هتشيل النيجاتيف دي زي الابسولوت فاليو بالظبط. يعني من الاخر المساله يا جماعه بقت ساين ثيتا ايكوال ساين الفا في المساله الاولى. المساله الثالثه هي بقت كوزين طب من لسه هنظبطها بقى، كوزين 180 ماينس بيتا، يعني شالت بقى النيجاتيف اللي بره. طب نبتدي نسالها بقى، 180 ماينس انجل بي في الكوادرانت الثاني، مين في اللي بوزيتيف؟ الساين. طب دي جايه ايه؟ كوزين، يبقى هتبقى بالنيجاتيف ثاني، هي دي كوادرانت ثاني. طب الكوادرانت الثاني مين في اللي بوزيتيف؟ الساين. دي جايه كوزين، لا يبقى ندي لها نيجاتيف. طب ال 180 بتشيل كو او بتحط كو او الكلام ده؟ لا، يبقى دي هتفضل كوزين. خلاص وكده ال 180 ادت مهمتها، يبقى كوزين بي كوزين الفا. كده المساله بقت مؤهله بقى ان انا ايه اعمل فيها سبستيوشن. يبقى ساين ثيتا ايكوال ساين الفا بكام؟ اهو مستر صراحه مش فاهم اخر حته، اللي هو يعني ازاي شلنا النيجاتيف مره واحده؟ احنا طب شلنا مش النيجاتيف الاول عشان الرول دي، خد بالك، عشان هي شلنا النيجاتيف ليه؟ لان الكوزين بتلغي النيجاتيف. تمام؟ زي الابسولوت فاليو اهي، الرول اهي بتلغي النيجاتيف. رجعنا حطينا نيجاتيف ليه؟ لان لما بقت الانجل بالمنظر ده كوزين 180، كان واحد جايب لك كوزين 180 ماينس بيتا. ها عايزين نعملها بالريليتد انجلز. نسالها سؤالين، السؤال الاول هي موجوده في الكوادرنت الكام؟ في الكوادرنت الثاني. مين في الثاني اللي بوزيتيف؟ الساين. هي جايه ايه؟ كوزين، يبقى لازم نحط لها نيجاتيف. السؤال الثاني اللي بنساله لها، هل هي هتقلب ولا مش هتقلب؟ يعني هتبقى هي كوزين، هتبقى ساين ولا مش هتبقى؟ لا مش هتبقى، لان ال 180 ما بتقلبش. خلاص كده ال 180 ادت مهمتها وبتشال، بقت نيجاتيف كوزين بي. مفهوم يا محمد ولا صعبه؟ مفهوم طيب مفهوم. تمام. يعني هي مساله دي مركبه، الحته دي مركبه فيها قانونين. طب تعالى نعرض بقى، ساين الفا بكام؟ 3 اوفر 5. نيجاتيف كوزين بيتا بكام؟ لو انت عايز بقى كنت تعمل الكلام ده كله، وكنت من هنا تعمل شيفت ساين، تجيب الانجل نفسها وخلاص، ماشي مفيش مشكله، من غير ما ترسم ترانجلز، مش غلط، شيفت ساين وتجيب، ماشي، بس انا افضل تعمل ترانجلز. طيب نيجاتيف كوزين بيتا، كوزين بيتا بكام؟ اهي 5 على 30. كوزين الفا عندي ايه؟ انا باخد من هنا بقى من اللي انا عاملهم دول، كوزين الفا بكام؟ بنيجاتيف 4 على 5. طب لو انا عملت كل دول تايمز بعض يا جماعه، اللي هيحصل هتلاقي ال 5 بقت تشال مع ال 5، نيجاتيف هتروح مع النيجاتيف، هيطلع لك نيجاتيف 12 اوفر مش عارف، يعني المهم يعني هتطلع ايه؟ هتطلع بوزيتيف كام بقى؟ 12 اوفر 65. هتقوم انت عامل بقى في الحاله دي ايه؟ شيفت ساين للرقم ده، شيفت ساين للرقم ده هتطلع السيتا بتاعتك بس، تمام؟ لان انت عايز بقى تجيب الانجل، شيفت ساين وعايز سيتا، هتعمل شيفت ساين للرقم ده كده، يبقى خلاص تطلع الايه؟ الانجل.
اكتب لك هنا جنبها تعمل شيفت ساين بس. يعني القصه كلها فيها يا جماعه في الحته دي، تمام؟ طيب لو جينا بصينا على ايه؟ على المسألة اللي بعدها. ماشي طيب بالله بسم الله الرحمن الرحيم. في واحدة فاين سوليوشن سيت برضو ان ار هنا بيقول فاين مستر ده الموديل 2 ولا احنا بنحلف حاجة؟ نعم لا ده مسائل برضو واقف مع زميلتنا فاين سوليوشن سيت لا مش فولي تو سوليوشن سيت اوف ماشي بس هي مسائل مهمه يعني صح اكس بار 2 ماينس 2 اكس بلس 1 جريتر ذان زيرو. احنا قلنا في المراجعه يا جماعه مش شرط امتحانات الوقت معايا حاجه برضه كده تمام. طيب ما الوقت معايا ده اكيد لو جالي في امتحان اخر الترم هيوقفني ولو جالي في الموديل ده هيوقفني. طيب هنا انا هحل دي عادي هاخد دي اعملها فاكتورايز عادي جدا اهي اكس واكس 1 و1 نيجاتيف نيجاتيف جريتر ذان او ايكوال تمام. طيب طبعا الاخير بوزيتيف والاثنين زي النص يعني كده الاكس ايكوال كام يا جماعه؟ الاكس ايكوال 1 طب خدوا بالكم من الحته اللي جايه او الاكس ب1. طيب يبقى انا كده عندي بصوا بقى يا جماعه اولا لما كان بيبقى عندي لما كان بيبقى عندي رقمين كنا بنعمل هنا سيم اوبوزيت سيم صح؟ طالما انا عندي رقم واحد طالما انا عندي رقم واحد يبقى الحته اللي في النص دي اتشالت تاني. يعني انا طالما دول اندمجوا كده بص كانك دخلت دول على بعض كده طالما اندمجوا مع بعض كده يبقى انت ما عندكش اوبوزيت انت عندك رقم واحد في المساله اللي هو 1 فكان الحته بتاعت اوبوزيت دي اتشالت يعني المساله بقت سيم سيم بقت سيم سيم. طب انا عندي الساين هنا بوست خلاص يعني من الاخر الساين هتفضل بوست على طول المساله تمام. طيب وهتبقى ايكوال زيرو طبعا عند ال1 هتبقى ايكوال زيرو عند ال1 تمام. فمعنى كده يا جماعه ان انت خدت ايه هو بيقول لك هات لي الفتره اللي هي جريتر زان او ايكوال زيرو. طب ما هو هنا جريتر زان زيرو وهنا جريتر زان زيرو وهنا ايكوال زيرو. طب انت كده تقصد انت بتتكلم عن نمبر لاين كود يبقى معنى كده ان السوليوشن سيت بتاعنا هيبقى ايه؟ هيبقى ار. طيب لو جينا نشوفها على الرسم لو جينا نشوفها على الرسم عشان اوضح لكم بس اللي بيحصل هي في الرسم بتترسم ازاي؟ دي معناها ان انت عندك روت واحد اللي هو اكس ب1 يعني الفانكشن دي بتطلع بارابولا كده يا جماعه عند ال1 وبتلاقيها عامله كده. هو معنى ساين اوف ذا فانكشن او جريتر ذان ايكوال زيرو يعني ايه؟ يعني هات لي الحته اللي فيها النقط بتاع الفانكشن النقط اللي هي دي قصاد حاجات بوزيتيف على الواي وفي نفس الوقت ايه قصاد زيرو على الواي. بص بقى كده هتلاقي من اول ال1 قصاد زيرو على الواي وهتلاقي النقط اللي هنا واللي هنا كلها قصاد بوزيتيف بعد كده الواي كلها بوزيتيف هنا. يعني معنى كده يا جماعه ان انت الفانكشن في اي مكان طبعا هو السوليوشن سيت بتاخد على الاكس بتاخد على الاكس يعني ايه؟ يعني انا عايز اقول ان الفانكشن دلوقتي طول ما هي مرسومه من بدايه الاكس لنهايتها خلاص. يعني مثلا لو قلنا مثلا 2 ال 2 الايمج بتاعتها ايه؟ 1 قصاد حاجه بوزيتيف. لو قلنا مثلا نيجاتيف 5 هتلاقي النيجاتيف 5 الايمج بتاعتها مثلا هنا قصاد 7 مثلا بوزيتيف برضه. يعني انا عايز اقول له ايه؟ ان الفانكشن قصاد اي رقم على الاكس هتطلع اجابتها بوزيتيف او ايكوال زيرو
قصاد اي رقم على الاكس هتطلع اجابتها يا بوزيتيف يا ايكوال زيرو. ده لو احنا بناخدها بالجراف يعني، تمام؟ لو انت هتاخدها بموضوع النمبر لاين، هنا هيبقى سيم وهنا سيم، والفتره اللي في النص اللي هي بتاعت اوبزيت هتتشال. يبقى كده الفانكشن بقت بوزيتيف على طول الخط وبتساوي زيرو هنا. هو عايز جريتر ذان ايكوال زيرو. يبقى كده السوليوشن سيت اب. طب افرض كان جاب لي نفس المساله وقال لي ايه؟ قال لي اكس بار 2 نيجاتيف 2 اكس بلس 1 ليس ذان زيرو. حد يعرف يقول لي كان هيبقى الحل ايه؟ 5 لان عمرها ما تكون ليس ذان زيرو. هي طول حياتها يا بوزيتيف يا بتساوي زيرو. يعني اكبر من زيرو بتساوي زيرو. فانت بتقول لي ليس ذان زيرو، لا ما لا ما فيش، مش عمرها ما هتبقى ليس ذان زيرو. يبقى سوليوشن سيت في الحاله دي هيبقى 5. تمام يا جماعه؟ خد دي بقى زي نوت مثلا، ماشي؟ طيب نفرض كان قال لي مثلا ليس ذان ايكوال زيرو، ليس ذان ايكوال زيرو هيبقى ال 1 بس. اسكتران يعني لو قال لي ليس ذان، لو كان حاطط لي ايكوال اهي، يعني لو كان عامل لي ليس ذان ايكوال زيرو، هي في حاله الليس ذان مفيش ليس ذان فاضي، بس في ايكوال زيرو. هي ايكوال زيرو عند مين؟ عند ال 1. السوليوشن 6 كانت هتبقى 1 بس. الموضوع ده مش هيتحقق الا عند 1 بس، هتبقى ليه؟ هتبقى ايكوال زيرو، ولكنها مش هتبقى ليه زان زيرو خالص. فاهمين يا جماعه الفكره دي؟ طيب. طيب شفنا المساله اللي بعديها. تاني كده فرصه ولا في تاني؟ طب كان عايز ايه في الجراف ده؟ الجراف دي ما فيهاش حاجه هو بس تاني واحده انا بتهيألي ان هو حللها غلط في كتاب الاجابات. يعني لا يعني بتاعت الجراف دي فيها حاجه؟ اللي نمبر 6 دي ما فيهاش حاجه تاني. هي تاني صوره بعديها رقم 2، انا بس عايز اتاكد الحل بتاعه صح ولا لا، لان انا حليتها غلط. بيقول ان السوليوشن سيت. يعني هو السوليوشن سيت دي تبع الجراف اللي فوق ده؟ الصورة اللي قبليها. تمام، ماشي ماشي. طيب بص يا جماعه، هو جايب لي فانكشن كده. شفتوا بقى، انا قلت لكم لازم نربط المسائل بتاعتنا بالجراف. يعني هو سالني هنا في الجراف اهو، بص كده. شفتوا بقى اللي انا بقول عليها؟ جايب لي هنا الفانكشن عامله كده. وجايبها مقلوبه، عشان كده هي نيجاتيف اكس بار 2. جايبها مقلوبه وعامل لي ايه كده؟ ايش؟ وهنا من عند ال 3 يعني الاكس انترسبتس بتاعتي من عند ال 3 ونيجاتيف 1. يعني بالاخر يا جماعه، لو انا هعمل النمبر لاين الفانكشن بيديني اسمها ايه؟ بيديني اسمها، وطبعا هو راسمها التيبل وبتاع، ماشي؟ الرسمة طلعت كده. طيب عايز ايه بقى هو؟ سريعة ده. بيقول لي لو انا عامل لها نمبر لاين، نمبر لاين هيلخص لنا الموضوع. طيب النمبر لاين بتاعها هيبقى كده يا جماعه. ايه الاكس انترسبت؟ لما النيجاتيف 1 وال 3 الرقمين دول هم دول اللي بيجوا هنا على النمبر لاين. ودي الانفينيتي، لان النمبر لاين انا يا جماعه خدوا بالكم شغال على الاكس اكسس، عشان نبقى عارفين بس. نمبر لاين ده تبع الاكس اكس مش تبع الواي. طيب انا ملاحظ حاجه دلوقتي من غير ما هو يقول لي، ان الفانكشن يا جماعه النقط بتاعتها، يعني النقط دي كلها اللي هنا اللي هنا او اللي هنا كلها ايه؟ كلها قصاد حاجات بوزيتيف على الواي. بصوا قصاد ارقام بوزيتيف. يعني افهم من كده ان الانترفال او الفانكشن بتاعتي طول ما هي في الحته اللي من نيجاتيف 1 لحد 3 فهي كانت كل النقط بتاعتها قصاد حاجات بوزيتيف على الواي، قصاد حاجات بوزيتيف على الواي. يعني معنى كده ان هي كانت هنا بوزيتيف النص هنا، وبناء عليه دايما هنا بتبقى العكس، لان انا دايما اقول ايه؟ سيم اوبوزيت سيم. فما هنا الاوبوزيت ببوزيتيف يبقى اكيد هنا كانت نيجاتيف الحتتين دول، وهنا طبعا بتبقى دايما زيرو وهنا زيرو. وتعالى نراجع كده فعلا، لو انت خرجت
يعني قبل النيجاتيف 1، الحته اللي قبل النيجاتيف 1 يعني مثلا عند النيجاتيف 2 بقى والنيجاتيف 3 والحاجات دي، بص كده هتلاقي الكيرف بتاعك اهو، لو نيجاتيف 2 مثلا بص انزل منها كده واخبط هتلاقي قصاد حاجات نيجاتيف على الوار، نيجاتيف 5 مثلا، نيجاتيف 3 لو نزلت كده خبطت في الكيرف وبصيت هتلاقي قصاد حاجات نيجاتيف على الواي مثلا. نفس القصه لو انت عديت ال 3، لو انت عديت 3 بعد ال 3 مثلا عند ال 4 انزل واخبط كده في الكيرف اهو، مثلا لو الكيرف عامل كده هتلاقي قصاد حاجات نيجاتيف على الواي بس نيجاتيف ماين. عشان كده احنا بنقول ايه، ان الفانكشن بتاعتنا هتكون نيجاتيف عند الايه، الحتتين دول كده هتبقى نيجاتيف دايما، النقط بتاعتها قصاد حاجات نيجاتيف، ولكن عند الحته دي والحته دي كانت دايما قصاد حاجات ايه؟ بوست. طيب وعند النيجاتيف 1 وال 3 بقى دول بتبقى بايه؟ بتبقى الفانكشن بزيرو بقى. ده بالنسبه للرسمه وده بالنسبه للنمبر لاين. عشان بس يبقى توضيح لك. طب اتفضلي قولي يا هاجر اتفضلي. مستوى السبعة أو مستوى طالب إيه؟ ها؟ سؤال طالب إيه؟ أنا مش سامع، طب لو حد سمع يقول لي كده بتقول إيه؟ سؤال طالب ايه، ايه السؤال عايزه انا يعني؟ بس بشرحها، لسه هشوف السؤال طالب ايه، بس انا بتكلم يعني انا قلت اوضح الايه الموضوع يعني. طب تعالى بقى السؤال بيقول لي ايه، بيسالني في موضوع بقى، يقول لي ده